بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في الجزء الثاني من الحصة الواحدة والعشرون من دورة خط الرقعة الثامنة المجانية من دورات حسن خطك أونلاين المجاني إن شاء الله بإذن الله إحنا وصلنا إلى أن انتهينا من كتابة لا يزال المرء عالما ما طلب العلم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كتبنا هذه الجملة مع حضرتكم اللي بخط الأستاذ أحمد صبري زايد على الشاشة الرئيسية لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل فكلنا يا اخوان ان شاء الله محتاجون للعلم وال... وان نظن اننا محتاجون ان نتعلم المزيد والمزيد اذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب يا اخواني الكرام ان شاء الله قبل ان نبدا حد عنده سؤال حد عنده استفسار قبل ان نبدا ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم وينفع بكم يا رب العالمين اللهم امين. طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام يا أستاذ فقهك صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخواني الكرام. نعم نعم يا أستاذة سارة تفضلي. اسألي سؤالك مباشرة. نعم ما لها كلمة علم؟ أو علم؟ ما لهم؟ ايوة كلمة علم وكلمة عالم ما لهم يا أستاذة سارة. حضرتك كتبتي كلمة علم وكلمة عالم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا اخواني هي ان شاء الله على ما تكتب سؤالها. نشوف ايه اللي بعد كده. نلاحظ الالف تستقر على السطر. الالف علم وعالم. الالف تستقر على السطر. عالما تقصدي عالما. و... عالما تقصدي عالما واللام لم تستقر على السطر اللام في ايه اللام اسألي سؤالك بوضوح يا أختي صار عشان أفهم حضرتك علم اللام تس... لم تست... ممكن لا تستقر على السطر ممكن تستقر وممكن لا تستقر على السطر. أنا هو لازم يرفعها، تعالي مثلا اللام في علم، طيب لم تستقر على السطر. وعالم اللام استقرت على السطر، عالما الألف استقرت على السطر. تقصدي كده؟ خليكم معايا في الشاشة. يعني مثلا هي سؤالها على الشاشة الرئيسية إذا جيتوا بسيطوا، ولو أنا كلامي صح قولي لي أيوه أنا قصدي كده. سؤالي غير صحيح؟ طيب، تعالوا نشوف كده سطر الأساس أهو. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سطر الاساس حاول ارسمه باستقامته اهو هذا باستقامه الكمبيوتر انا رسمت خط سطر الاساس صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نحاول نخليه ينزل ينزل عند اللام من نهايه اللام طيب نحاول نخليه من عند نهايه اللام لا اذا نزل هيكون مايل هو كده المفروض يعني الخطاط احنا كلنا بشر يا اخو وهو افضل مني ان شاء الله باذن الله ربنا يغفر له ويغفر لي جزا الله خير احنا بنستفيد من من كتابه يعني طيب اذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو سطر الاساسي يا استاذه ساره طيب شفتوا سطر الاساس انا رسمته صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنشوف مع بعض حضراتكم نشوف النقاط بقى هنا هنا حضرتك في نقطه صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تمام اهي نقطة اهي المفروض يا اساتذة يكون في هنا نقطة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنا هو ارتفع حوالي نقطة ونص او نقطتين اهو ادى نقطة وادى النص تمام حضرتك ادى نص نقطة ليه هو رفع علشان يدي الميم هنا يا ابله سارة علشان الخطاط يعطي مجال للميم الميم اهي إنها تستقر فوق السطر علشان يا جماعة الخير يا قال حسن خطك أونلاين حاضر سأعلمك برم البوصة إن شاء الله بإذن الله علشان يا قال حسن خطك أونلاين آه يا جماعة الخير أهم حاجة في الكلمة النهاية بتاعتها النهاية دي لو جينا الكلمة دي أخ... أهم حاجة في الكلمة دي النهاية دي في خط الركعة أهم حاجة في الكلمة النهاية دي طيب لو جينا هنا أهم حاجة في كلمة ظنا النهاية دي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، أهم حاجة في الكلمة دي نهايتها اللي هي دي. هو ده اللي يستقر على السطر الجزء ده أهو. هنا أهم حاجة هنا في الكلمة دي الجزء ده أهو. أهو. حد فهم حاجة؟ طيب ما أهم حاجة في الكلمة الجزء ده. يبقى إذا إذا أنا قدرت أنزلها ممكن أنزل العين هنا يجيب العين كده ويروح منزلها هنا ويعملها بس عارفة هتبقى شكلها إيه؟ هتلاقي اللام جاية تشبك من هنا. شوفي يعني ازاي يشبك اللم من الاخر كده ويعمل اللام والميم يعملها بهذا الشكل فهتبقى المسافه هنا هتبقى مقتوله جدا ويعني ضيعه خالص مش واضحه جدا حد فاهم حاجه معايا الميم هتعلى طب ما انا لازم اعلي الميم طبعا طب ما هتعلى ما هتاكل منين هتاكل من العصايه اللام فهيلاقيني موصل من نهايه اللام كده واخد بال حضرتك؟ هتلاقيني موصل من نهاية اللام كده وجايب اللام كده، أنا بشاور أهو على ال... على السبورة عندي أهو في الجهاز الرئيسي. طيب مش الجهاز العملي، الجهاز النظري. طيب؟ هتلاقيها عالية خالص خالص، هوريكي تاني كلير أول. يعني هو الأخ لو عمل الخط المستقيم أهو، جزاه الله خير. طيب، لو نزل سقط العين، العين هيعملها تسقط هنا أهو كده أهو. طيب؟ هتلاقي اللام، ما هو اللام هيطولها، هيعملها نخلة. هيعملها كده فهتلاقي عشان يعمل اللام هيعملها من الجزء دون فهتبقى اللام دي متاكله خالص جزاك الله خير نعيما يا سيدي شكرا تمام يا استاذه ساره حد فهم حاجه يا احمد يا عبد الغني استاذ سعد فرحان اه يبقى اذا يبقى يبقى اذا يا جماعه الخير انا بهتم بنهايه بنهاية الكلمة وبعدين أحاول أرفع وأرفع ليه؟ خط الركعة محتاج نشغل ذهننا زي أي خط من ذهننا شوية أضبط الكلمة طالما ما فيش نموذج قدامي لكن قدامك نموذج أهو حاول تتقيد بهذا النموذج وتقلده بعد أن تتقنه ابدأ غير يعني هنا الهاء حضرتك سألتيني المرة الجاية أو الثالثة بعد ثلاث مرات اعمليها لي الهاء اللي هي الوسطية دي تمام حضرتك؟ صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم حد فهم حاجة؟ طيب اللي فهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم م. عليه الصلاة والسلام طيب نخلي في آخر الحصة الميم دوران الميم حاضر نعمله نعمله دلوقتي حاضر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف كاميرا العمل طيب خلينا نعمل ستوب شيرنج تعالوا معنا كده عندي كاميرا العمل صلوا بنا على النبي صلى الله عليه وسلم هجيب بوصة كبيرة بوصة كبيرة بتاعتي أنا كنت قلت لك على أحمد سعد عبد الغني سألني سؤال وكويس إن أنا افتكرت سؤاله دلوقتي وأنا هجاوب عليه على 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 العام كله قدام حضراتكم أخويا أحمد سألني سؤال قال لي أجيب قلم أحسن ولا بوصة؟ البوصة تمتاز في أشياء معينة يا أبو حميد البوصة ميزتها إن هي خشبية والخشب بتاعها مش من نوعيه الخشب اللي بتمتص الماء نبات الغاب او الـ 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 اللي أنتوا بتسموه باي اسم او البوص او بتسموه باي اسم ده اصلا بينبع وبينبت على جانبي الخيزران بينبت غالبا في الاماكن المائيه على جانبي الشاطئ الـ 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 البحر او النهر المكان اللي فيه ميه وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اكسبه اكسبه جسمه من بره اللحاء من بره أو حوالين جسمه من بره المادة المقاومة للمية دي حضرتك هذه المادة اللي على جسمه المادة دي مقاومة للمية ما بتمتصش المية القصب نبات القصب ما بتمتصش المية فيقوم ال... إذا ضغطت عليها ما تتكسرش من إيديك ولا تتفرشح ولا يتغير شكلها بعد ما تكتب أسبوع ولا شهر إلا إذا أنت تغطي بزيادة كسرتها هي يا حاجة من الاثنين يا تتكسر يا إما أنها, أنها تكتب بصورة جيدة معاك شفنا الخيزران أو البوص أو الغاب اللي أنتوا بتسموه أو القصب أو البامبو كل الأسماء دي لها تن... يعني بيختلف من بلد إلى بلد ويختلف شكله في في العراق بشكل في في مصر بشكل في في اندونيسيا بشكل آخر في في تركيا على حسب البلدة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب القلم ايه عيوب القلم القلم من مميزات القلم انه حبره جاهز بيكتب مباشرة القلم يناسب الخطاط اللي مش بيتعلم اللي بيكتب لوحات بيخلص بينجز شغل مش عايز كل شوية يغط في البوصة, البوصة في الحبر بعدين يشيل البوصة بعدين مشاكل الحبر الحبر بيدلق على كتاباته الحبر بيفرشح منه الحبر مش مظبوط الحبر بي آه بي بي بينشف متاخر واخدين بالكم دي كلها عيوب في البوصه لكن مقابل هذه العيوب اذا قارناها بالقلم اولا هي البوصه تناسب المبتدئين صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا استاذ البوصه بتخليك اصلا تتعلم الصبر بتغط غطه تكتب حرف اتنين ترجع تغط غطه اخرى وتكتب حرف اتنين طيب ايه تاني ان انت بتحتاج ان انت تروح للمدد ده وانت رايح للميداد ده عينك وذهنك مشغول دايما ال... ال... بذكر الله اولا واخيرا ثانيا بالحرف يديك برهة انتظار فترة تفكر فيها لكن القلم سريعا هيعلمك السرعة واحنا في البداية مش عايزين سرعة في البداية عايزين تمهل وتريس أثناء كتابة حضرتك وحضرتك صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب إيه تاني سن البوصة ما بيتاكلش من حضرتك سن البوصة مش, بي... مش بيفرشح مش منظره بيتغير لكن القلم بيحصل فيه كده القلم لو اديت قلمك لحد هيكتب بقى ياثر فيه ويبقى زاويه الميل بتاعته بالاضافه ان هو اصلا في زاويه ميل غير بتاع حضرتك. حد فاهم حاجه قال حسن خطك اونلاين لذا انا ارشح لحضرتك ولحضرتك البوصه. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الدورة الجاية هنكتب فيها بالقلم الرصاص، هتبقى علشان ما نشتتش الناس ونقعد نقول هنكتب شوية وبعدين ما نكملش بالبوص أو بالقلم الرصاص، خلي الدورة ديت للبوصة. الدورة الجاية إن شاء الله دورة النسخ التي ستبدأ بعد يومين إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله سنعلن عن موعدها تدعو أصحابكم وأقاربكم وأهلكم اللي من أولاده أو الكبار هنخليها للكبار والصغار إن شاء الله بإذن الله، يعني الكبار يحضروا كمان مع الصغار، تكون بخط النسخ إن شاء الله بإذن الله. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. القلم الخشبي موجود هو البامبو، البامبو اللي موجود في المكاتب هم شاطفينه، هو زي القلم الخشبي، حلو برضه لو موجود اشتريه، هو أحسن من القلم اللي سنه الفليني أو المادة المصنوعة دي. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل يا أستاذ إبراهيم عثمان هنستأذن حضرتك، هندرس بس الحرفين أو التلاتة اللي باقيين في اتصالات ما انا قلت لحضرتك ما هو اذا ما فيش خلاص هتعمل ايه؟ ان شاء الله حد يكون جاي من مصر اجازه نازل حد من المهندسين اصحاب بابا نازلين مصر تطلب منهم وهم ان شاء الله يجيبوا من يجيبوها لكم المكتبه ويوصلوها لك باذن الله. طيب استاذه ساره اسالي سؤالك مباشره من غير كلمه استاذ روحي كاتبه سؤالك على طول إيه علشان خاطر ما مش تضيعي وقتك ان شاء الله باذن الله. يعني انت استفيدي بدل كلمه استاذ اسالي السؤال مباشره انا على طول ان استطعت بجاوب على حضرتك صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب تعالوا الى كاميرا العملي علشان نشوف مع حضراتكم حرف الميم واحنا بنبرم البوصه صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا الناس هات 5 مللي خلاص مضطر ان انت تجيب 5 مللي هات ال 5 مللي اذا في 3 مللي هات 3 مللي ما فيش 3 مللي وما فيش 4 هات 5 لكن لو في 4 مللي وما فيش 4 مللي وفي 5 وفي 3 هات 3 صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في سيوله معاك شويه كمان هات 3 و5 يعني هات ال 3 وهات ال 5 تمام يا اخواني <applause> طيب إن شاء الله بإذن الله بعد أن تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا يا سيدي. ربنا يبارك فيكم في جميعا. طيب أنا جايب بوصة كبيرة أهو علشان هنكتب بيها حرف الميم أنا حضراتكم هعمل الميم أهو باجي بنزل بهذا الشكل بالتخن يبقى أنا طلعت بالحرف بتاع البوصة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين رحت نازل بالعرض اللي حضرتك وحضرتك شايفاه دون، وبعدين هروح قافل هذا كله اهو، هروح بقى ايه؟ قافل الجزئية دي قافلها كده، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نازل قافل اهو يا أحمد، تمام؟ أهو. صلونا على النبي صلّى الله عليه وسلّم. طيب بعد كده أنت هتعمل إيه؟ أنا جاي هنا بالعرض. هو ده العرض تمامًا بتاع البوصة. العرض التام بتاعها. طيب هعمل إيه تاني؟ هروح جاي وأنا في الجزئية الدوران بعد ما أطلع اتنين اتنين نقطة أو نقطتين هروح لامم أنا لو نزلت كده بصوا، أنا لو نزلت مباشرة من غير ما أبرم البوصة هنزل كده أهو. بصوا هيبقى ناشف وهيبقى بالشكل ده واضح انا نزلت ما برمتش البوصه يا احمد انا ما برمتش البوصه انا نزلت بنفس الشطفه بتاعتها نزلت كده فطلع برضو في عرض وانتهى بهذا الشكل طيب طيب يا استاذ هتعمل لنا بقى ايه دلوقتي هروح جاي ابرمه وشوف الحلاوه بس انا هبرمه ازاي هروح برمه يا استاذه ساره حسن احمد عبد الغني محمد اخويا اسامه كهوجي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هبرمه في اتجاه عكس عقارب الساعه فين في انهي حته في الجزئيه دي في المنطقه دي المنطقه دي اللي انا ببرم فيها عندما بصل بعد ما اخرج اتنين نقطة او نقطتان من كتف الميم بلف في الكتف هنا ببرم الالم معايا طيب هنشوفه بالتصوير البطيء ان شاء الله هحاول اعملها بالراحه كده انا جايب العرض بتاع القلم اهو بالسمك بتاعه اهو ماشي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بصوا معايا بالراحه انا هعمل اهو م -م. شفتوا انا برمت شويه اهو اهو وهرجعه تاني اهو شوفوا ببرم تاني اهو 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 م -م. شفت يا احمد انا برمت هنا برمت القلم هنا ما برمتش انا جايب العرض اهو رحت بارم بارم الايه القلم زي ما حضرتك وحضرتك شفتو واحاول اخلي نهايه الميم مدبب بهذا الشكل اهو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو نهايه الميم اهو شفتو مدبب ازاي كمان مره انا جاي من تخين اهو أهو أهو بص ببرم أهو يا أحمد أهو يا هنا في الكتف ده ببرم كده أهو أهو شفت نزلت فين بص مدبب ازاي أهو حد فهم حاجة يا قال حسن خطك أونلاين طيب اللي فهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يلا نروح للحروف عليه الصلاة والسلام يا أستاذ محمد فرحان عويد هنروح حضراتكم نروح نشوف بعد اللي احنا وصلنا له دون عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم طيب يا الحسن خطك أونلاين إن شاء الله بإذن الله يا مرحبا يا أستاذ إبراهيم العثمان هنشوف حضراتكم هنا اهو معانا هنا صفحه الحروف اللي احنا كتبين اللي موجوده ديت او اللي جايبينها لحضراتكم من كتاب الاستاذ احمد صبري زيد رحمه الله أه باقي حرف الباء و وفيكم يا اخويا احمد فهمنا فهمت يا احمد في حاجه لسه صعبه يا ابو احمد الحمد لله عليه الصلاة والسلام طيب يا شباب حرف الباء والواو باقي الباء والواو والباء وال والباء وال ال... الياء ولا ايه اللي باقين يا شباب الناس اللي مصحصحه معايا انا عارف ايه اللي باقي ها أه؟ كنا قلنا المره اللي فاتت الناس اللي صح صح, صح. احنا كتبنا الباء والفاء باقي الباء والكاف صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم والباء والواو والباء والياء صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم والباء والنون النون بنوعيها طيب ان شاء الله نخلصهم كلهم اليوم خمس حروف ان شاء الله بعد كده كله يكون مجهز دفاتره هنمر ان شاء الله ونشوف شغل حضراتكم كلكم ان شاء الله باذن الله صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب نزيد النبي صلى, صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يا مرحبا يا أستاذة شيرين. إحنا ما كتبناش باقي كاف يا أستاذة شيرين؟ يا مرحبا يا أستاذة آية أهلا وسهلا اكتبي اتفضلي أنا شفت أسئلتك والأخوة جزاهم الله خير ما قصروش مع حضرتك ردوا على أجابوا على حضرتك اكتبي إن شاء الله بإذن الله. وياريت تعرفينا بنفسك حضرتك الاسم والسن والجنسيه وبلد الاقامه ولو من الكبار وبتحرجي تقولي السن قولي لنا من الكبار طيب يا شباب يلا نصق. استاذه شيرين قلتي حرف الباء مع الكاف الاولى طيب حاضر حاضر من عيني حاضر طيب يا شباب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا مرحبا من أهل فلسطين الإخوة الكرام ربنا يا ربي يرفع الغم عنكم وعن جميع بلاد المسلمين اللهم أمين وينصركم يا رب العالمين نحن يعني مع أهلنا في فلسطين قلبا وقالبا حتى يعني حاطين شعارنا على زاوية الصفحة من أعلى اللهم أمين طيب يا أساتذة يلا نتوجه بعد أن نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى كاميرا العمل اللهم أمين أستاذة شيرين سألت قالت إحنا عايزين الباء مع الكاف أو ما أخذناش الباء مع الكاف بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا حسن خطك أونلاين أول شيء حضرتكم حرف الباء أنا قلنا على فكرة أنا قلت الباء وكتبتهم وشرحناهم الباء مع الكاف أو يمكن الباء مع الألف ولكن هنقولهم هما زي الباء مع الألف ولكن خلينا نشتغل يلا نكتب إن شاء الله بإذن الله يا هل حسن خطك أونلاين حضراتكم أنا هعمل الباء زي ما حضراتكم عارفين أهو بمشي تقريبا حوالي نقطة ونص من تحت بتكون نقطتين صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين هأخذ منها عصاية كبرت الحجم القلم شويه عشان يبان عند حضرتك، هعملها كمان مره عشان انا غيرت البوصه. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. هاجي قبل السطر يا استاذه ساره طبعا في فراغ هنا. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. انا هسيب نفس الفراغ ده، هسيبه هنا. تمام حضرتك بعدين هاجي باخذ الباء بهذا الشكل انا نزلت للباء اهو صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين هطلع هتدور انا رايح لفوق اهو صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا استاذ وديت شارة الكيف كمان مره المسافه هنا حوالي نقطه ونص او نقطتين لكن اذا قستها من تحت تماما من هتبقى نقطتين صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب العصايه ديت المفروض ارتفاعها من هنا الى هنا اربع نقاط طيب ال ال الاخ ال ال الباء دي كم نقطه كم نقطة؟ ثلاث نقاط صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الفراغ ده من نص نقطة إلى نقطة صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كمان مرة ولا تمام كده معايا؟ مم. وضحت يا أستاذة يا أستاذة شيرين أنا عارف إن إحنا أخذناها مش مشكلة مش مشكله حصل خير صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يلا نشوف اللي بعدها ان شاء الله باذن الله يلا نشوف حرف الباء بعد ان تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نشوف حضراتكم حرف الباء مع القاف حرف الباء يا حسن خطك اونلاين مع حرف القاء لما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. انا اجيب حرف الباء هنا اهو. هاجي من فوق السطر بحوالي ثلاث نقاط. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو واحد اتخيل قدامي واحد اتنين تلاته تلات نقاط واروح واخد سنه الباء. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كمان مرة أهو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم آخذ منها وأمشي صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدين أطلع فوق وآخذ هنزل بالرقبة دي الرقبة دي بنزل حوالي نقطة ودي حوالي نقطة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم والفراغ ده حوالي نقطة، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كمان مرة أهو عليه الصلاة والسلام بنزل شبه ناشف، باخد من جوه الباء، وأمشي حوالي نقطتين، لأن أنا هرجع نقطة تاني، ويبقى فاضل نقطة جوه كتف الباء. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج حوالي نقطة، بعدين هاخد منه الكأس. أنا أخدت الكأس أهو، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم اخرج حوالي نقطه بعدين هاخد منه الكاس انا خدت الكاس اهو صلينا علي النبي صلي الله عليه وسلم طلعت وانا طالع طالع في اتجاه الساعه 12 ونص كده صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم هعمل بقى الايه الباء كف على طول بتتعمل كده صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم اهو من تخين الى رفيع تمام طيب دي كم نقطة يا أستاذ؟ دي المفروض دي نقطتين طيب. ال دي اللي هي الرأس الثلاث نقاط دي أو الثلاث نقاط صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب وهنا الفراغ ده كم نقطة؟ هنا نقطة اللي هي دي وكمان نقطة هنا اللي هي الدوران ودي ارتفاعها نقطة والفراغ ده نقطة وهنا حوالي نقطة ونص إلى نقطتين يعني ممكن توسع ولغاية نقطتين كمان صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تمام حضراتكم طيب هتقول لي ينفع نعمل الكاف من عادية وأحط عليها نقطتين ينفع ولكن احنا قلنا خط الركع ممتاز بالسرعة فتعمل ديت مباشرة لو عملت التانية مفيش مشاكل هي مش موجودة قدامنا في الكتاب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب وانا طالع انا قلت انا طالع على الساعه اتناشر ونص الى واحد. حلو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم اراعي الفراغ انا لو قلت سطر الاساس بتاعي اهو تمام حضرتكم? سطر الاساس اهو ممكن تحط بقى هنا تاء تحط ثاء تحط ياء تمام يا استاذه ايه الاخت الجديده معنا مركزه معنا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم تمام حضراتكم يا أل حسن خطك اونلاين صلينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حد عنده استفسار في الباء طبعا يا استاذه ايه وكل الحضور كل حرف بناخده اقل شيء نكتبه عشر مرات تمام يا فاكهه الجروب ما اسكت الله لك حسا ايوه صلي على النبي بقى عوض اللي فاتك يا اخويا يلا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ايوه طيب يا الحسن خطك والله يلا ايه الحرف اللي عليه الدور بقى بعد الباء كاف يا احمد يا عبد الغني نعم يا استاذ نبيل صلى الله عليه وسلم الباء واو جميل جدا برافو عليك يا ابو حميد شوفوا يا الحسن خطك الباء كاف هي الباء واو ولكن الشغل كله بيتغير في الجزئية دي، الجزئية اللي بعد الإيه؟ اللي بعد القاف دي، دي اللي هتتغير فقط، اللي أنا حطيت عليها الدايرة، هي بالضبط الجزء الأولاني ده هو اللي أنا رسمته، بعدين اللي هو بتاع القاف، ولكن أنا هخ... هأخذ منه وأعمل إيه؟ شوفوا، هعمل منه الإيه؟ صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، هروح عامل منه حرف الإيه. حد فاهم حاجة؟ هو كأننا سايبينها علشان يعني نعملها الواو يعني عشان تطلع واو صعبة؟ طيب الخروج ده تقريبا نقطتين ونص إلى ثلاث نقاط بتاع جسم الواو من تحت صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقدر نقول نفس طول الألف أو أقل أقل قليلة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. يلا بقى نعملها تاني بقى. شفنا الباء طيب. يا جماعه الخير يا ال حسن خطك اونلاين بعد ان تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا استاذه ساره حسن. اهم حاجه نهايه الحرف مع سطر الاساس. يعني اذا واو اذا اذا حرف باء باء ميم هيكون شكله مختلف. اذا باء 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 هيكون قريب جدا من السطر شوفوا الباء هنا فين ارتفاعها بصوا الباء ارتفاعها فين طيب لو انا هكتب الباء باء شوفوا يا الحسن خطك اونلاين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بصوا الباء باء فين ارتفاع الباء فين صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم باء او تاء او قاف ولكن اذا قاف او ثاء عفوا لكن اذا باء مع القاف شوفوا الباء هنا فين فين وفين سطر الاساس حد فهم حاجه طيب يبقى اذا انا بحرك الحرف اللي في اول الكلمه بحرك الحرف اللي في اول المقطع على حسب نهايه المقطع او على حسب نهايه او انتهاء الكلمه يبقى اذا يحدد نهاية الكلمة أو يحدد جلوس الحرف الأخير في الكلمة ارتفاع الحرف الأول في نفس الكلمة طيب صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هنعمل الباب أو بقى شكلها النهائي مرة واحدة بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هاجي من فوق رقم واحد أهو المأخوذ من الأرقام الهندية، بأخذ منه أمشي نقطتين أرجع منهم نقطة للخلف مقفولة بهذا الشكل طيب أخرج بهذا الشكل بعدين هأخذ منها أرسم المثلث بتاعي اللي هو إيه؟ بتاع قاعدة حرف الواو. اللي بيكون حوالي ثلاث نقاط و... أو نقطة ونص صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب يبقى إذا حضراتكم هنا حوالي نقطة لو من بره هيبقى حوالي نقطتين ده ارتفاعه تقريبا نقطة الرأس ده نقطة في هنا حوالي نص نقطة وده الخروج ده حوالي نقطتين ونص تقريبا لو من بره ممكن يبقى ثلاث نقاط صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب نشوف الباء مع النون الباء مع النون صح كده ولا حرف الباء مع مع ال... مع الياء باقي الباء والنون والباء والياء صح كده طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بس الباء والياء بس ونكون خلصنا ما فيش حرف قبل الباء والياء نعم طيب الباء والنون ليها شكلين يا استاذه حنين صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم يا ال حسن خطك اونلاين الباء والنون لها شكلين طبعا اي كاس ممكن يدينا شكلين من هذا الكاس صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم طيب نزيد النبي صلى الله عليه وسلم شوف إن شاء الله مع بعض الباء مع حرف النون بشكليه إن شاء الله. الباء مع النون بتكون من غير سنه بهذا الشكل. الأفضل للباء مع النون إنها تكون بغير سنه تكون خط مباشرة. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. أهو. صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم بس لحظه الكاميرا مبكسله ان شاء الله بكسل شيء تمام بعدين هاخد منها رقم واحد بتاعي اهو يا احمد يا عبد الغني يا ابو حميد الله يهديك يا كاميرا يا أبو حميد يا عبد الغني ركز معايا عشان الكلام ده لحضرتك ولجميع الأخوات اللي معانا إن شاء الله والإخوة إيه أنا ما كتبتهاش أيوة أيوة أيوة, أيوة. أنت كده قرأت أفكاري برافو عليك أنا وقفت يا أستاذة سارة وقفت يا أستاذة صلاح أنا عملت دي وقفت ما رحتش طالع بصوا أنا لو عملت كده وطلعت ورحت نازل هيبقى الجزئية دي بصوا الجزئية دي عاملة إيه عامله عامله كتف كده صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وده حلو ماشي بس الاحلى منه ان انا اجيبها من فوق عشان يبقى انكسار جميل اهو مهو. نعم اهو شوفوا اهو بعدين اجيبه من فوق ده ليكم بعدين وبعملوها الشكل الجديد مش مشكله الشكل الثاني بتاع المحترفين دون بس انا عايز حضرتك تتمهل وتتريث في الكتابة بتاعتك